مشاهدي قناة الحياة الأحباء، سلام المسيح يملأ قلوبكم. إحنا معكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل. خلوني في البداية أرحب بالأخ وحيد وبعدين أرجع لكم لأنه في كلام كثير معكم. وحيد أهلا وسهلا بك. أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان، الرب يبارك حياة الجميع. مشاهدينا إحنا في عايزة أكلمكم عن حلقات برنامج الدليل في خلال شهر يوليو القادم. إحنا بسبب ظروف خدمة وحيد للأسف مش هيكون معانا مباشر، هيكون عندنا في خلال الشهر 3 حلقات مسجلة، الأسبوع الأول والثالث والرابع حلقات مسجلة. الحلقة الوحيدة المباشرة هتكون الأسبوع الثاني. عندنا الحلقة اللي هي يوم 4/7، والحلقة اللي بعدها الأسبوع اللي بعده حيكون رد على أحد المتسولين أمام باب الكتاب المقدس يستجدي آية يثبت بها أي شيء في الإسلام، أنه الرسول من عند الله، أنه القرآن وحي، أي شيء يثبت به من خلال الكتاب المقدس أنه هو على عقيدة سليمة. الرد حيكون على يعني علامة زمانه الشيخ الدكتور زغلول النجار. الحلقة حتكون أو الحلقتين الموضوع حيكون عن مكة أو بكة في الكتاب المقدس. ياريت اللي يعني أتباع الشيخ زغلول النجار يكلموه إنه في حلقة حترد على افتراءاته. بعد كده عندنا الأسبوع الثالث والرابع حلقتين برضو مسجلة عن تناقضات القرآن اللي فيها بنواجه تحدي من إله القرآن، وحنشوف حنسيب لكم أنتوا الحكم، شوفوا أنتوا إذا كان إله القرآن اللي تحدى كسب التحدي ولا خسره. حلقتنا الليلة بنعمة المسيح إحنا حنواصل طبعا موضوع الخطية الجدية. الحلقة هي الجزء الرابع منها، وأتمنى يعني أنه تكون دي النهاية، يعني نقدر نكمل الموضوع للآخر. عندنا الحلقة اللي فاتت إحنا طبعا أثبتنا إسلاميا كيف في العقيدة الإسلامية موجود متغلغل في العقيدة الإسلامية موضوع وراثة الطبيعة الفاسدة، بلاش نقول الخطية نقول الطبيعة الفاسدة. أخذنا 5 نقاط حقولهم بسرعة للتذكير. آدم خلق طاهر بطبيعة نقية ما فيهاش أي شر. حركز على حديث وآية، الآية خلق الإنسان في أحسن تقويم، والحديث على صورة الرحمن. لو حطيتوا الآية والحديث خلق الإنسان على أحسن تقويم إلى أي مدى على صورة الرحمن، اعكسوا، حطوا الحديث في الأول، خلق الإنسان على صورة الرحمن وبالتالي هو يكون في أحسن تقويم. أنا شايفاها كده، فكروا فيها وشوفوها تنفع ولا لا. أخذنا أنه النقطة الثانية آدم عصى الله فتغيرت طبيعته، طبعا أكل آدم فبدت سوءاتهما. قبل أن نولد ونحن في صلب آدم حملنا الطبيعة الفاسدة، طبيعة آدم. معنا كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه وأكد على النقطة دي. عندنا الطفل يولد بالطبيعة الفاسدة، وشفنا أنه حتى رسول الإسلام يعني كان في نصيب الشيطان أو حظ الشيطان. النقطة الأخيرة اللي أخذناها كانت موسى، وكيف أثبت موسى بحديث المحاجة اللي إحنا شفناه أنه آدم هو سبب شقاء وسبب غواية ذريته. يبقى إحنا بالدليل من خلال الكتب الإسلامية أثبتنا إنه الإنسان بيرث الطبيعة الفاسدة. وحيد، نبتدي موضوعنا، بس قبل ما ندخل للجديد أنا عاوزة، أنت قدمت أدلة كثيرة جدا في موضوع وراثة الطبيعة الفاسدة، لو تقدم لنا أو تذكرنا بأهم الأدلة اللي احنا قدمناها. طيب، بداية أنا بشكرك على التلخيص لما سبق وذكرناه، وسأشارك الأحباء المشاهدين بربما الحديث الأبرز والأوضح في شهادة رسول الإسلام
بأن الإنسان يرث نتائج الخطية الجدية لا محال. فالحديث في سنن الترمذي والحديث صحيح في كتاب تفسير القرآن ومن سورة الأعراف، قال رسول الله لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. في إكمال للحديث قال فجحد آدم، فجحدت فالسببية مرتبطة بخطأ آدم، فجحدت ذريته، نسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إذن بداية في هذا الحديث نرى أن ذرية آدم ورثت نتيجة خطأ آدم، فخطئ آدم فخطئت ذريته. وشرحنا من فتح الباري بشرح صحيح البخاري الأسبوع السابق أنه كان آدم بخطيئته سببا في من غوى من ذريته بعد كده. يعني كل شخص غوى من ذرية آدم الحقيقة يرجع الأساس إلى وراثة هذه الطبيعة الساقطة من آدم. إذن إحنا أثبتنا للأحباء المسلمين، وهذا مجرد تذكير بحديث واحد من أحاديث كثيرة جدا، أن الإنسان يرث الخطية لا محال. وسؤال بسيط، يعني لماذا يتم التعتيم على هذه الحقائق الموجودة في العقيدة الإسلامية؟ لما بيعلموهاش للمسلمين؟ عشان كذا أنا حابب من الأحباء المسلمين يهتموا وهم يراجعوا بنفسهم هذه الأحاديث. آمين. طيب إحنا كان يعني في نقطة مهمة قبل ما ندخل لموضوع أو نقطة يوم القيامة. النقطة دي هي حواء. دور حواء في توريث الخطية. إحنا شفنا مسيحيا إنه آدم وحواء الاثنين والأب والأم طبعا بعد كده بيورثوا الاثنين الطبيعة الفاسدة لأولادهم. في الإسلام إحنا كان التركيز كله على آدم. حواء هل لها دور إسلاميا في توريث الخطية؟ الحقيقة في الإسلام في ما هو أكثر من المسيحية في توريث الخطية. يعني يمكن ده يكون مفاجأة للأحباء المسلمين أو بعض الأحباء المسلمين. إحنا بنعرف إنه ورثنا الطبيعة الساقطة. لكن في الإسلام تعليم رسول الإسلام أن المرأة ورثت أشياء خاصة من حواء. بخطيئة حواء ورثت المرأة شيء خاص من حواء. خليني أقرأ الحديث تفضل. للأحباء، والحديث في البخاري ومسلم، صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، وباب ووعدنا موسى 30 ليلة، وأيضا صحيح مسلم كتاب الرضاع باب لولا حواء. في البخاري عن النبي لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، وفي مسلم يقول رسول الإسلام لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر إلى الأبد، يعني إطلاقا ما كانش ده حصل. الآن نحن أمام حديث، يعني ده أكثر مما نقول نحن المسيحيين. إحنا ما يعني لا نتكلم عن وراثة خطية بذاتها. والدل الشيء الغريب هم اللي بيقولوا علينا انتوا ازاي آدم يأكل وأنا أرث الخطية بتاعت آدم. نحن لا نقول هذا. الآن الفكرة دي موجودة في الإسلام، مش عندنا إحنا، نحن لا نؤمن بهذا الكلام. أنا لا أرث خطيئة آدم، أرث نتائج خطيئة آدم. هنا الكارثة، رسول الإسلام يعلم أن المرأة ورثت خطيئة حواء ذات الخطية. ذات الفعل. ذات الفعل ورثته المرأة. طيب هل الخيانة هنا مقصود بها الخيانة الزوجية ولا مقصود بها؟ لأنه يعني دي حواء، هو بيتكلم عن حواء، فإيه كانت خيانة حواء؟ طيب خليني أرجع لشرح مسلم لعبد الباقي، وهو شرح معروف زي النووي كده. اتفضل. في هذا الحديث يقول لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، أي لولا أن حواء خانت آدم في إغرائه وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة وسنت هذه السنة لما سلكتها أنثى مع زوجها. يعني كل أنثى النهاردة بتعمل شيء ضد زوجها فيه نوع من الخيانة، فيه نوع من المشورة الخاطئة، فيه نوع من المقالب، يعني اللي بتتعامل في الأزواج أتاري وإحنا مش عارفين ولا موجود عندنا في العقيدة المسيحية.
يعني هذا ما هو أكثر في وراثة الخطية تطرف. يعلم به رسول الإسلام. نعم، أتاني الموضوع نعم. ورثته من حواء. يعني حواء هي الأساس. عشان كده بيتكلموا عن يعني زوجة نوح وزوجة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما. صحيح، دي خيانة. دي طبعا خيانة، ولكن بس كمان خيانة أسوأ أو أكبر يعني. لكن برضو خانتاهما لأنهم دول ورثوا الخيانة من حواء. نعم، بالمنهج الإسلامي. نعم. طبعا. نعم. فما أستغرب له يعني أنتوا عقيدتكم وحشة ليه؟ عشان فيها وراثة الخطية. نعم. طيب آدي عندك أنت وراثة الخطية دي، ألفها بولس. طيب آدي محمد بينادي بيها وبيعلم بيها، إيه رأيك عزيزي المسلم؟ هل برضو بعد كده هتخلي عقلك يبرمجوه بعض الناس، ولا أنت لك الحق ترجع وتدرس ما قاله رسول الإسلام في هذا السياق؟ بس أنا عندي في فتح الباري تفسير أيضا للحديث بتاع خيانة حواء ووراثة المرأة لهذه الخيانة. تفضل، احنا عاوزين نقدم الأدلة عشان المسلم ما يبقى عنده بعد كده أي حجة يعني. تمام. في فتح الباري شرح صحيح البخاري، هو الأحباء ممكن يتابعوني، وقوله لم تخن أنثى زوجها فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك. فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم. ولما كانت هي أم، خلوا بالكم أحبائي، بنات آدم أشبهها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول. وقريب من هذا الحديث، ده كلام فتح الباري، جحد آدم فجحدت ذريته. هذا كلام خطير جدا جدا اللي بيعلموا به الأحباء المسلمين. أهو أنا عامل عليه دائرة. فلا تكاد، عفوا خلينا نقفل الصفحة هنا. فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول. لا، ما فيش امرأة تسلم من خيانة زوجها إما بالقول أو بالفعل. ليه؟ لأنه ده تأثير حواء التي خانت آدم وأعطته مشورة الشيطان. الآن تسلسلت هذه الخطية، هذا الفعل. نعم، نعم، مش وراثة. نعم، طبيعة. نعم، فاسدة. ورثنا، ورثنا الخيانة، ورثت فعل الخيانة. نعم. وورثته للنساء عبر التاريخ. هذا كلام خطير جدا. وبعد كذا يأتي الأحباء المسلمون، هذه عقيدة بولس. نعم. وهم لا يعرفون أبجديات ما نادى به بولس والكتاب المقدس. ويتضح لنا الآن حتى لا يعرفوا أبجديات الإسلام، لأن الأمر إسلاميا يعني متفق عليه بأحاديث صحيحة. هو رابط حديث الخيانة بحديث جحد آدم فجحد الذرية. تمام. يعني هو التوريث، هو التوريث بتاع الطبيعة الفاسدة. بس هنا أكثر من الطبيعة الفاسدة، ليس فقط طبيعة فاسدة، ورثوا الفعل. يعني واحد حرامي متخصص في سرقة الذهب، ولده طلع بس متخصص في سرقة الذهب، ورث الفعل. هذا ما نادى به هذا الحديث هنا الآن. فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالقول أو بالفعل. ليه؟ دي ورثتها من حواء. طيب ده كلام خطير، أنا شايف الكلام ده. طيب خلينا نروح ل يعني بحسب المقياس. نعم. الإسلامي. احنا ما زلنا في الإسلام، خلينا في المقياس الإسلامي. لو رحنا لزوجات الرسول، هل بينطبق عليهم تعبير خائنات؟ لأن هم عملوا حاجات سيئة جدا في الرسول يعني. يعني إذا كنت هتذكر مثلا، فأنا أتذكر مثلا سورة التحريم 1 اللي فيها أسباب نزول الكل متفق أنه موضوع مارية مثلا، وهناك جزء يتكلم عن المغافير. نعم. والمغافير ده كان مقلب يعني، عملوه زوجات الرسول في الرسول، لعبوا بي يعني. طيب دي مش خيانة برضو للزوج وخيانة لمشاعره؟ إزاي أنتوا تلعبوا بي عشان يروح للزوجة الثانية تقول أوه ريحة حنكك مش كويسة؟ ليه؟ أنت كنت مع مين؟ أنا كنت مع زينب. أديتك إيه؟ كلت مغافير. فده طب ما ده لعب وخيانة للزوج ورسول كمان، يعني مش أي زوج. صحيح، ورسول. يعني في مرة برضو غيرت عائشة الهودج بتاعها مع واحدة من النساء، فالرسول كان ماشي مع الجمل وهو حامل الهودج، وهو يعتقد أنه في الهودج
عائشة، أعتقد التغيير حصل بين عائشة وزينب أو عائشة أنا مش متذكر، المهم عائشة في الموضوع، وهو يعتقد أن التي في الهودج عائشة ويحكي لها وهي مش عائشة، وهم لعبوا بيه برضو. طب مش دي خيانة للزوج ومشاعر الزوج والكلام المفروض يفضي به لزوجة من زوجاته مثلا؟ فإذا بهذا القياس أنا أستغرب، يعني إذا أين زوجات الرسول من هذا من هذه الخيانة؟ يعني كمان في حاجة مهمة، يعني أنا على ما أذكر كان في مرة الرسول دخل بيته ولقى مع عائشة رجل وتغير وجهه وكان زعلان. نعم. فقالت هذا أخي من الرضاعة. نعم نعم. يعني إذا لو عددنا الموضوعات حنلاقي في موضوعات كثيرة يمكن أن ينطبق عليها تعبير الخيانة يعني. الخيانة. وبعدين هو النص ذاته لا تكاد امرأة. نعم. يعني تسلم من هذا الفعل إما بالقول أو بالفعل، ده دي كارثة يعني، ما فيش امرأة خالص. لا في يعني في ستات شهد لهم القرآن، يعني ابنة عمران مثلا اصطفاها وشهد لها القرآن، دي طلعوها برا من الموضوع بشهادة القرآن. حتى هو الحديث لما أو تفسير الحديث لما بيقول لا تكاد امرأة، طب ما هو دخل زوجات الرسول طبعاً. يعني إذا كان بيشعر أو من غير ما يشعر هو دخل زوجات صحيح. الرسول في الموضوع صحيح. طيب وصلنا لليوم الأخير يوم الدينونة، خليني بسرعة كده أشوف الكوارث اللي حصلت لنا بسبب خطية آدم، وإحنا من غير ما نعمل أي ذنب حصلت لنا حاجات كتير. أول حاجة إحنا حرمنا من الجنة بسبب خطية آدم صح، وإحنا ملناش ذنب. طيب الله وضع عداوة بيننا وبين بعض وإحنا ملناش ذنب بسبب خطية آدم. عشنا في شقاء زي ما قال موسى في حديث المحاجة، موسى على لسان رسول الإسلام طبعا. أيوة. كذرية آدم إحنا اتعرضنا وبنتعرض للغواية والشهوات بتتسلط علينا والشيطان بيتسلط علينا. ده تعليم رسول الإسلام، ده تعليم رسول الإسلام. وده إحنا ملناش ذنب في كل اللي بيحصل لنا ده كله. طيب أنا شايف المنطق يعني إنه طالما آدم هو كان السبب في إنه تحصل لنا كل المشاكل دي كلها، وإحنا بنخطئ بسبب خطية آدم ومن غير إحنا ما نعمل أي ذنب، وفي اليوم الأخير مش المنطق والطبيعي إنه بسبب آدم كمان إن إحنا ندخل الجنة؟ أو الله يدخلنا الجنة ومفروض من غير ما يحاسبنا، مش ده المنطق بيقول كده؟ طبعا ده المنطق، وهناك منطق آخر إحنا بنناقشه في الخطية الجدية أصلا ناقشناه منذ البداية. طبعا ده منطق سليم. المنطق الآخر إذا كان الله خلق الخطية في الإنسان على أي أساس حيحاسبه؟ المفروض الحساب سيتم على إن أنا خلقتك بدون خطية وأنت جلبت الخطية دي لنفسك، فهذه كلها طبعا أسئلة منطقية بتفرض نفسها بلا شك. طيب هل إحنا يعني إحنا دلوقتي بنتكلم عن القيامة، يوم القيامة يوم الدينونة، هل ده ممكن يتم ولا الله عنده رأي تاني، الله عنده حكم تاني علينا؟ إيه هو اللي يتم؟ إنه إحنا ندخل الجنة أو ما ندخلش الجنة؟ لا طبعا يوم القيامة إسلاميا. نعم احنا بنتكلم إسلامي. لا اسلاميا الموضوع مختلف تماما، يوم القيامه ويوم الجنه، وده في حديث مشهور احنا ممكن نتعرض له بعدين. بس بدايه انا عندي جزئيه عايز يعني اقدمها للاحباء المسلمين في صحيح مسلم. في صحيح مسلم في حديث الشفاعه، بس انا حقطع منه بس جزئيه دلوقتي قبل ما اسرده كله بعدين من البخاري. نعم. في صحيح مسلم في كتاب الايمان قال رسول الله يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، شوف الكلام الخطير، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك. يعني آدم لا دخل الجنة ولا عارف يدخلنا، مش عارف يفتح لنا الباب، وهو أساسا السبب. هو هنا بيعترف وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة، يعني المسيحي لما بيعلم البشرية ويقول أن خطيئة آدم جلبت نتائج وتأثير سيئة على البشرية وورثنا هذه النتائج، المسلم يقول الله إزاي الكلام ده، ده كلام غلط، وهو لا يعرف أن رسول الإسلام يعلم بهذا الكلام. ولو حطينا الكلام ده علشان أخلص الجزئية دي، ده آدم أدخل ذرية النار، مش إيه؟ آدم أدخل ذرية النار، يعني ما عملش يعني حاجة. أنا أدخل النار بسبب خطية آدم؟ خلينا أقرأ الحديث وبعد كده يعني حتى المستمع يشارك معنا. طيب. المشاهد عفوا، في مسند أحمد
في مسند أبي هريرة قال رسول الله احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم يا آدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار. الراوي أبو هريرة، المحدث ابن حجر العسقلاني في تحفة النبلاء وحكم المحدث على شرط الشيخين. شفت إزاي؟ يعني خطية آدم هي السبب في هلاكي، في هلاك ذريته. فماشي، ما أنا كذرية صح. آدم أنا بتكلم تمام. عن ذرية آدم تمام. يعني خطية آدم هي السبب في هلاكي أنا، صحيح، مع أنه أنا ما عنديش ذنب، صحيح، مع أنه القرآن بيقول لا تزر وازرة وزر أخرى، صحيح تماما، وما فيش حد بياخد خطية حد. علشان كده القرآن لما يقول لا تزر وازرة وزر أخرى فهنا المقصود بيها يفهم أنه اللي احنا بنقوله أنه ما فيش إنسان يعاقب بخطيئة أبوه، يعني مش الأب قتل تعال نحاكم الابن، ده المقصود بها القرآن. نعم. ومقصود بها في حزقيال ذكرناها الأسبوع الفات واللي قبله أنه كل إنسان بخطيئته يموت. نعم. لكن وراثة نتائج خطيئة آدم ده أمر متفق عليه، إذا كان اليهود بيؤمنوا به والمسيحيين بيؤمنوا به والمسلمون القاسم الأعظم منهم لا يعرف. والآن دورنا نعرف الأحباء المسلمين أن الموضوع بيعتم عليه، هو موجود في المراجع الإسلامية وأحاديث صحيحة، وما أخطأ به آدم نحن ورثنا هذه النتائج كلها، شقاء ودخول نار. البعض حيدخل النار، يدخل النار ليه؟ أصله ورث ممارسة الغواية من آدم كما قرأنا الأسبوع السابق، ورث ممارسة هذه الغواية من آدم، لما غوي آدم فغويت ذريته، جحد آدم فجحدت ذريته، خاطئ آدم فبالتالي علم ورث ذريته أنه يخطئه، فيولد الإنسان وهو بطبيعته خطأ مع أنه ما كانش كده من البداية. أحباء المسلمين، يعني هذه الأحاديث هي أحاديث صحيحة يعلم فيها رسول الإسلام يعني في هذه الجزئية ما يتفق تماما مع العقيدة المسيحية و عقيدة وراثة الطبيعة الفاسدة ووراثة نتيجة خطيئة آدم. يعني أعتقد الموضوع يستحق التفكير ويستحق البحث. طيب شكرا لك. أنا بصراحة مش عارفة، يعني أنا بطلب من الأحباء المشاهدين المسلمين بالذات يعني يتصلوا ويقولوا لنا آرائهم في الأحاديث دي، هل هي يعني موافقين على الأحاديث دي ولا مش موافقين عليها؟ أنا مش عارفة يعني هل هتتهموها بالتحريف مثلا، هل هتتهموا نبي الإسلام ب لا يوجد مسلم يفهم عقيدته يقول لا أقبل الأحاديث، لا يوجد. حتى الذين قالوا يعني إحنا مش عايزين أي أحاديث، إحنا لينا القرآن بس، الإسلام ناقص، الإسلام ليس القرآن فقط، الإسلام قرآن وسنة صحيحة. نعم. فلا يوجد مسلم فاهم لإسلام ويقول أنا مش عايز أحاديث الرسول. ليه؟ لأنه القرآن يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ففي التعليم فرسول الإسلام مفروض معصوم، بيعلم بوحي إلهي كمان، مش على كيفه يعني. فإزاي المسلم يرفض أحاديث رسوله؟ بصراحة هو أنا مش عارفة أنت بتجيب الحاجات دي من فين، يعني الحديث ده حديث كارثة طبعاً. يعني حديث طبعاً. الشفاعة. طيب احنا خلينا ناخد حديث الشفاعة، انت قلت عاوز تقرا الحديث بالكامل، خلينا نشوف ايه اللي فيه، يعني اللي انت شايفه في حديث الشفاعة. طيب حديث الشفاعة من الاحاديث المهمة جدا اعتبره، وهو طبعا حديث صحيح بدرجة 100% لانه في البخاري ومسلم. ولكن قبل أن أدخل إلى حديث الشفاعة أنا أريد أن أمهد له، أنا عارف يمكن الوقت ما يساعدنا، بس أنا عاوز أمهد لحديث الشفاعة ببعض الكلام، منه تذكير ومنه ما هو شيء جديد، علشان لما أدخل على حديث الشفاعة يكون في أرضية إحنا بنتكلم عليها. نعم. والأحاديث كلها إسلامية، أنا لا أتي بشيء يعني قاله مرقس ولا بطرس. نعم. ولا نعم. في العهد القديم أو الجديد هم يعني شوف هما مش هيقبلوا مرقس ولا احنا دلوقتي، فهل هيقبلوا الاسلام ولا لا؟ براحتهم، بعد كده احنا علينا نقدم الحقيقه. نعم. وبعد كده كل شخص يعني له الحق ان يقبل او لا. ابدا بصحيح مسلم في كتاب الصلاه، اتفضل. ان رسول الله قال
ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من هذا الحديث بذكر الأحباء المسلمين والمشاهدين بصورة عامة قلنا الأسبوع اللي فات، من هذا الحديث بنشوف هنا ما من مولود، يعني لا يوجد مولود يولد إلا نخسه الشيطان، كل البشر كل الناس إلا ابن مريم وأمه في استثناء. خلاص بنتقل إلى الحديث الثاني في صحيح البخاري، قال النبي كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد، غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. يبقى إذا من هذا الحديث أيضا أوثق أرضية أخرى، إنه كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه. كل المولود. من الذي أعطى هذا السلطان للشيطان؟ لماذا للشيطان قدرة وإنه يطعن المولود؟ لأن المولود مولود بطبيعة ساقطة، بطبيعة فاسدة، زي ما ذكرنا الأسبوع السابق في جهاز استقبال في داخل هذا المولود، الطبيعة الساقطة، يحق للشيطان إنه ينخص بإصبع. إلا عيسى، هنا التفرد، هنا التميز، هنا زينة البشرية عيسى. طيب بعد ذلك أنتقل إلى صحيح مسلم في كتاب الإيمان في باب الإسراء برسول الله، عن أنس بن مالك أن رسول الله أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذه العلقة حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. يعني إذا حتى رسول الإسلام مولود بعلقة في قلبه، شق جبريل هذا القلب وأخرج العلقة فقال هذا نصيب الشيطان منك. ليه؟ لأنه هو بشهادة كل مولود طعن الشيطان. دي الطبيعة الفاسدة. إذا من هنا أرسخ مفاهيم إنه كل الأنبياء كل البشر بدون استثناء مسيحيا والآن إسلاميا كلهم فيما الطبيعة الساقطة ما عدا عيسى بن مريم. طيب خليني في الحتة دي، السبب إيه؟ إنه الكل ورث أو الكل نخس الشيطان إلا عيسى بن مريم. إيه الشيء المختلف في عيسى؟ ببساطة لأن عيسى لم يولد كمثل البشر، عيسى أو المسيح كائن سماوي أتى من السماء، هو الله الذي جاء في الطبيعة البشرية، لم يولد من زرع بشر، لم يولد من نتاج رجل وامرأة، فلذلك لم يرث الذي يرثه كل البشر الطبيعة الساقطة، كان بطبيعة فريدة. وقبل أن يحبل به في أحشاء العذراء قال الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك نتيجة لهذا فالقدوس وهو من أسماء الله المولود منك يدعى ابن الله، لأنه كلمة الله. فإذا بهذا السياق نجد التفرد بين كل البشر في جهة بدون استثناء أنبيائهم وقديسيهم وأبرارهم، والمسيح في جهة لوحده. هل هذا رأيي؟ لا، هذا رأيي الكتاب المقدس، هذا رأي تعليم رسول الإسلام. طيب أنتقل أيضا إلى سورة النساء 79. تفضل. يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة، والحديث لرسول الإسلام، فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من هنا القرآن في سورة النساء 79 يخاطب رسول الإسلام ويقول له ما أصابك من حسنة ده من عندي أنا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. السيئة دي أنت السبب فيها مش أنا، أنت السبب فيها. طب هو السبب فيها جاب من فين؟ ننتقل إلى الطبري علشان يفسر لنا كلام الطبري. يقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بذنب استوجبتها به واكتسبته نفسك. الكلام بذنب الرسول. طبعا يقول له يعني لو في سيئة عندك
حصلت لك مشكلة، ضيقة، ألم، مرض، تعب إلى آخره، ده بذنب أنت اقترفته. من هذه النصوص القرآنية والتفاسير أوثق أن رسول الإسلام في الموازين إلى فوق، فهو بشر كما يقول الأحباء المسلمين. فإن كان بشر فليس له امتياز عن الكل، فالكل يخطئ. وهكذا أيضا رسول الإسلام. أنا قبل أن أدخل في حديث الشفاعة لابد أن أوثق هذه الأرضية، أن هناك تفرد وتميز بين المسيح في جهة وكل البشرية في جهة أخرى. أنا حنتقل ولن أطيل إلى سورة غافر. يقول إله الإسلام لمحمد: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بيقول هنا واستغفر لذنبك. واستغفر لذنبك، يعني ما قيمة هذا النص لو ما فيش أخطاء؟ يعني أنا واحد نظيف وكويس وما عنديش أي أخطاء وبار وكامل كمال تام، يأتي الله ويقول لي استغفر لذنبك؟ ما قيمة النص؟ طيب إن كنتم تقولون أنه بشر فلماذا ترفعونه فوق مستوى البشر؟ مش عندكم حديث لا تطروني كما أطر النصارى عيسى؟ طيب بتطروا الرسول ليه؟ بشر، بتقولوا سحر يقول لك ده بشر. طب بشر هو أي بشر بيسحر؟ مش أي بشر بيسحر. طيب إلى آخره كل الحاجات يقول لك ده بشر. طيب الآن واستغفر لذنبك، بشر برضو من البشر. وخاصة أننا وجدنا جبريل يخرج العلقة نصيب الشيطان. طيب آخر جزئية في صحيح مسلم. قال رسول الله: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ليغان يعني إيه ليغان؟ أنا رحت للسان العرب تحت كلمة غين. قال أبو عبيدة: إنه ليغان على قلبي، بفسر الحديث يعني أنه يتغشى القلب ما يلبسه، يعني في أخطاء. يعني رسول الإسلام لما بيستغفر مش بيستغفر عشان يعلم المسلمين، لا، الحديث الصحيح هو، لأن هناك ليغان على القلب، يعني في سهوات، فيها فوات. وأنا شخصيا ليس لدي مشكلة، إحنا كمسيحيين لا يوجد عندنا نبي معصوم من الخطية، عندنا الأنبياء معصومين في الرسالة، في الوحي، في التبليغ. إذن كل هذه النصوص كأرضية أنا أتركها للأحباء المسلمين قبل أن أدخل في حديث الشفاعة. وآخر جزئية في تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم سورة محمد 1 عن النبي قال: إني أستغفر الله تعالى وأتوب إليه، وأتوب في كل يوم 100 مرة. وأدل يعني حكم المحدث صحيح الحديث 100 مرة وأتوب. طب هو بيتوب عن لا شيء؟ مش بيتوب عشان فيه خطايا، فيه هفوات، فيه سهوات. إذن هذه مقدمة لحديث الشفاعة قبل أن أدخل فيه. كل هذه مراجع إسلامية، أحاديث موثقة صحيحة، فيها أن كل البشرية بدون استثناء بأنبيائها بما فيهم رسول الإسلام، الكل ارتكب الخطية ما عدا عيسى، ما عدا المسيح، مميز متفرد في هذا الاتجاه. وهذه شهادة القرآن وشهادة رسول الإسلام. إذن هذه مقدمة. طيب قبل ما ندخل في حديث الشفاعة خليني أشجع الأحباء المشاهدين، نحن في انتظار مشاركاتكم، في انتظار مكالماتكم، في انتظار إيميلاتكم، عشان تدونا أراءكم اللي احنا يعني بنقدرها وبنحبها وبنهتم بيها. وإحنا دقائق وحنبتدي ناخد مكالمات، فناخد جزئية من حديث أو شوف حتبتدي كيف الحديث، هل حتقرأ كله بالكامل؟ لا، أنا أخذ منه جزئية جزئية. طيب. عايز أخذ من الحديث بتاع الشفاعة جزئية جزئية. اتفضل. حديث الشفاعة في البخاري، في صحيح البخاري، في كتاب تفسير القرآن سورة بني إسرائيل: أتي بلحم فرفع إليه الذراع، أي إلى رسول الإسلام، وكانت تعجبه فنهش منها نهشة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. عايزكم تتذكروا التعبير ده بعد ما نخلص حديث الشفاعة. ده رسول الإسلام بيقول كده: أنا سيد الناس يوم القيامة. طيب هيشرح: وهل تدرون مما ذلك؟ عارفين ده ليه؟ يحكي:
يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم. هنا يوم القيامة الموقف حيكون صعب، والناس هتكون في مشكلة، وتدنو الشمس، مش عارف أي شمس، وحيكون أساسا يوم القيامة في شمس، ده يوم القيامة خلاص لا شمس ولا قمر ولا أي شيء يعني، لكن لا مشكلة تدنو الشمس. هي حتى لو دنت الشمس يعني احنا لو سنتيمتر واحد دنت الشمس اتحرقت البشرية والكرة الأرضية كلها تتحرق بما فيها يعني كل شيء، من جبال تذوب وكل شيء، لكن لا مشكلة. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، يعني هيبقى مشكلة كبيرة جدا. طب حيحلوا المشكلة دي ازاي؟ ادي البشرية كلها يوم القيامة. وبداية أقول للأحباء المشاهدين، حديث الشفاعة هو خدعة، خدعة بكل المقاييس، لأن هذا اليوم بالتحديد يوم القيامة لا شفاعة فيه، خلاص انتهى الموضوع. ده مش يوم القيامة، ده مجرد خروج الإنسان من الجسد، موته انتهت فرصته. عمل وفق وصية الله ده خلاص، عمل غير وصية الله ملهوش تاني فرصة، الفرصة تنتهي هنا. تم الخداع بما يسمى حديث الشفاعة، إن يوم القيامة في شفاعة، لا توجد شفاعة يوم القيامة. يوم القيامة هو اليوم الوحيد الذي لا توجد فيه لا شفاعة ولا حد هينفعك ولا حد يقف جنبك. الذي يعطيك الحق الاستحقاق أن تقف وترفع رأسك هو هل عملت بما قاله الرب الحقيقي الإله الحقيقي أم لا. إنما يكون في شفاعة بعد كده؟ لا توجد شفاعة ولا توبة ولا غفران ولا لا يوجد حاجة. أصلا توبة وغفران انتهى. الكتاب يقول ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك، انتهت الفرصة بمجرد خروج الإنسان من هذا الجسد، تنتهي الفرصة. هنا الشفاعة تنفع الآن، فالمسيح قائم يشفع فينا لأنه صلب نيابة عنا. هذا أمر آخر يمكن أن نشرحه في مرة قادمة. إذن هذا حال البشرية حسب وفق الحديث يوم القيامة. طب هيعملوا إيه؟ يقولون ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، بيكلموا بعض. فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي 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 اذهبوا لغيري. نهاني عن الشجرة فعصيته؟ خطية آدم الأولى. خطية آدم الأولى، تخيل إنه خطيئة واحدة فقط تخرج النبي من دائرة الشفاعة، واحدة. مع أننا نسمع من الأحباء المسلمين أن الله تاب على آدم، طيب منع ليه من الشفاعة؟ مش تاب عليه؟ تاب عليه وغفر له، طب إيه فائدة الغفران؟ غفران الله بلا قيمة إذن. بلا قيمة، والآن يوم القيامة الخطيئة ما زالت موجودة. ما زالت موجودة صحيح. وما زالت تمنع من الشفاعة. نعم. طب أين تاب الله عليه؟ أين تاب الله على آدم بكلمات فغفر له وانتهى الموضوع؟ وخطية صغيرة وخطية بسيطة، هو عمل إيه؟ ده أكل من الشجرة. أكل من الشجرة. إذن في حديث الشفاعة نفاجأ أن الخطيئة تمنع النبي من الشفاعة. آدم عمل إيه؟ لا قتل ولا زنى ولا سرق من الكبائر. ده أكل من الشجرة. يعني بمفهوم الإسلامي خطية بسيطة. كيف يمنع آدم أبو البشرية من الشفاعة لمجرد خطيئة واحدة ارتكبها وهي أنه عصى وأكل من الشجرة؟ كيف؟ فهموني دي يا أحباء يا مسلمين، كيف يعلم رسول الإسلام أن خطيئة واحدة بسيطة جدا من الصغائر ارتكبها آدم تحرم من الشفاعة لذريته؟ وقبل شوية حرمته أن هو يفتح باب الجنة في حديث مسلم، في حديث أفتح لنا الجنة وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. فإذا الآن نحن أمام فكر وعقيدة إسلامية
يرسخها رسول الإسلام في حديث الشفاعة الذي هو في أعلى درجات الصحة. لا يستطيع أحد أن يقول ده حديث الشفاعة ده هو رجاهم، ده يعني اللي هم بيجروا وراه ده وحيشفع لينا في الآخرة وفقا لهذا الحديث وغيره من أحاديث أخرى. إذن بداية نفاجأ أن آدم بخطية صغيرة أخرجه الله خارج دائرة الشفاعة. لا تصلح يا آدم. ليه لا أصلح؟ أصل أنا عصيتك فأكلت من الشجرة. ولا توبتي نفعت، ولا الكلمات اللي انت اديتهاني يا رب نفعت، ولا غفرانك لي نفع، ما فيش أي حاجة، وفضلت الخطية خطية زي ما هي. نعم، وتأثيرها أنه منعته حتى من أنه يشفع. نعم. فإذا نحن أمام يعني دي بكل المقاييس بصراحة دي كارثة. كارثة طبعا. كارثة. نعم. ليه؟ لأنه يعني في عدة أسئلة. نعم. أنتوا بتقولوا خطية آدم مغفورة وآدي لسه موجودة. نعم. وتأثيرها باقي. نعم. وغفر له، طب ما نفعش الغفران. تاب عليه، ما نفعش، آدي لسه محروم من الشفاعة. يخرج خارج دائرة الأنبياء. أنتقل إلى داخل خارج دائرة الشفاعة. الشفاعة. صحيح. طيب أنتقل إلى ما قاله آدم بعد كده، أنا ما نفعش. نعم. فماذا قال؟ اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. دعوة دعاها على قومه، القوم الأشرار، قوم الله يعني غاضب عليهم. تمام، ده دعا بس عليهم دعوة. يعني زي ما بيوقف خطيب الجمعة كل يوم جمعة يدعو على المسلم، على المسيحيين وعلى النصارى وعلى اليهود. نعم. ودمر بيوتهم. نوح عمل واحدة بس. نعم. على قوم واحدة حرمته من الشفاعة، يعني مع أنه الدعوة على قوم أشرار أرسلوا الله ليهم، قوم أشرار ودعا عليهم دعوة. مش شايفة أنا فيها مشكلة يعني بحسب الفكر الإسلامي. صحيح. فإذا نفس الفكرة الآن نفاجأ بأن نوح أيضا يحرم من الشفاعة عشان خطية دعا على قومه. ما تصلحش يا آدم. ليه؟ أصل أنت عندك خطية. يعني أنا لازم أكون بلا خطية عشان أشفع تنفع الشفاعة. لازم يكون ما عندك خطية، لأنه لو عندك أي خطية تخرجك خارج دائرة الشفاعة ما تنفعش، لأنه المنطق السليم يقول أنت تحتاج إلى شفيع، ده أنت خاطي. فالذي يشفع لك لابد أن يكون متميز، أن يكون بلا خطية. نعم. هو الوحيد الذي يصلح للشفاعة. نعم. في وقت أن استنى قبل. طيب. الوقت يعني عندنا بعض المكالمات. طيب. لو تسمح لي. إذا وقفنا عند نوح نفتكر بس. نعم. طيب. ناخد سعيد من الجزائر. ألو. ألو. أيوة تفضل. أنا سعيد من الجزائر. أهلا. ألو. تفضل. تفضل معاك. كنت تدخل الحوار من ومملكة أي منكم مع أخواني؟ اتفضل. أريد أن أعرف ومملكة أي منكم، حرام ولا حلال؟ مش واضح. حرام. مش واضح الصوت. ومملكة أي منكم حرام ولا حلال في الإسلام؟ معلش ممكن يا أستاذ سعيد لو سمحت ممكن تتكلم بالراحة وبأكثر وضوح عشان أفهمك. تفضل عزيزي. شكرا. ومملكة أيمانكم من صوت النساء؟ ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم؟ حرام وحلال في الإسلام. حلال وحرام. إيه سؤال؟ ملكت أيمانكم حلال ولا حرام في الإسلام؟ في الإسلام؟ في الإسلام. بس ده مش الموضوع بتاعنا يا أستاذ سعيد، يعني أنا ممكن أجاوبك يعني، لكن ده مش السؤال بتاعنا. لا في الإسلام مش حرام، بس ده مش موضوعنا. حضرتك مسلم يا أستاذ سعيد؟ مسيحي. انت تركت الاسلام؟ تركت الاسلام. و انت مسيحي الان يعني قبلت المسيح وكل شيء؟ قبلت المسيح من وسط زكريا بطرس. نشكر الله، نشكر الله، الرب يبارك حياتك. شكرا لك يا استاذ. شكرا لك. طيب ناخذ منار من فرنسا. الو.
المسيح الان يعني قبلت المسيح وكل شيء؟ يا منار منار اسمعينا من التليفون ووطي صوت التلفزيون. شكرا لك وشكرا لك. ناخذ منار من فرنسا. الو اسمعونا من التليفون، اسمعونا من التليفون. الو انا اسمعك، تسمعيني جيدا؟ ايوه تفضل. مساء الخير. مساء النور. انا بدي اسال سؤال يعني للاستاذ، يعني سؤال يعني دائما يحيرني، يعني لماذا رسول الاسلام مثلا اما يكون رسولا حقا واما يكون كذابا، يعني هناك احتمالين فقط، اما يكون رسولا او يكون كذابا على مصلحته الشخصيه. حينما نرى كل ما قيل مثلا عن المسيح في القران وفي احاديث التي ذكرتها واحد اخرى، نرى ان رسول الاسلام سواء من القران او من الاحاديث يعطي قيمه كبيره للمسيح، يعني حسب القران وحسب الاحاديث وقد ذكرت كثيرا منها، الا انه في نفس الوقت يرفض انه الله او ابن الله، يعني يعطيه قيمه كبيره في جميع الايات كثيره وفي الاحاديث، ولكنه يرفض كونه الله او ابن الله. يعني ما هي الفائده يعني التي سيجنيها الرسول من هذا؟ فانا ارى ان هذا متناقض، يعني اما اذا كان الرسول اما ان يكون كلامه صحيح كله صحيح، يعني كل ما قيل على المسيح هو صحيح وبالتالي انه ليس ابن الله وليس الله، هذا ايضا صحيح، يعني الرسول لا يكذب، والا ان يكون الرسول يعني هو يكذب وليس رسول، ويوم هنا تهتم مصلحته الشخصيه فقط، وهنا يعني كان اولى به ان يقول انه الله وانتهى الامر، وهنا سيكون رابحا، لان كل المسيحيين يصبحون مسلمين لو ان الرسول الاسلام قال ان المسيح هو الله. يا اخ منار، يا استاذ منار، يعني كل الطرح اللي انت بتطرحه كلام رائع ويمكن ان نتحاور فيه، لكن هو برضو يظل بعيد عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. يعني احنا دلوقتي بنطرح الخطية الأصلية او الأولى التي أخطأها آدم وكان لها تأثير على البشرية. انت رأيك ايه في الكلام المطروح قدامك؟ سأقول لك اكمل الموضوع الذي أتكلمت، هو موضوع دائما، لأن موضوع يعني موضوع حلقة كلها ينبني على المسيح، يثبت أن المسيح أن الله وثبت المسيح، يعني أنا في نفس الموضوع. يعني هل دلوقتي كل اللي احنا ذكرناه في ثلاث حلقات سابقة أنت ما عندك عليه أي تعليق؟ دعني أسألك نعم دعني أسألك بأسلوب آخر. يعني حسب الإسلام، حسب ما أفهم من الإسلام، يعني أن الخطيئة الأصلية، يعني كما قلت سابقا، الذي ورثه الإنسان هو نتائج الخطيئة، والنتيجة حسب الإسلام الذي ورثها الناس عن آدم هي الله إخراجه من الجنة فقط. لقد أخرجوا من الجنة بسبب خطيئة آدم، هذا ما أثر فيهم، خروجهم من الجنة وبالتالي تكون حياة صعبة على الأرض فقط، لكنهم لم يرثوا خطأه، يعني يدفعون الثمن لأنه أخطأ، ولكن كما تعلم. طيب يا أستاذ منار، دلوقتي احنا ذكرنا في أحاديث صحيحة لرسول الإسلام الإخراج من الجنة والشقاء والغواية، فخطيئة آدم أثرت، فالإنسان يخطئ لأن آدم أخطأ، وحواء أيضا ورثت فعل الخيانة من المرأة، ورثت فعل الخيانة من حواء، كل هذه أحاديث صحيحة وتعليم لرسول الإسلام. أنت رأيك إيه؟ أنا شخصيا الأحاديث لا أخذها كلمة، لأن كلام الناس قد حكوا ما فهموا، وربما أن الكلام تغير من ما يحكيه شخص. لا ثواني، ليش؟ ليه الأحاديث صحيحة؟ الأحاديث صحيحة. صحيحة. إن الكلام ليس نفس العبارة التي ذكرت ما يفهمه الإنسان. القرآن هو نفس الكلام الذي قيل كلمة بكلمة. القرآن نفسه، القرآن اسمعني، القرآن نفسه رواية. القرآن نفسه رواية. نفس الشيء يعني بالنسبة نأخذ الكتاب المقدس، نفس الشيء بالأحاديث. دعك من الكتاب المقدس يا أستاذ، يا أستاذ منار، خلينا عشان المشاهدين يستفيدوا مننا. دلوقتي أحاديث صحيحة قالها الرسول وأقرها العلماء، والأحاديث يعني في أعلى درجات الصحة، لا مجال لإنكارها. فالآن إما أن تسمع كلام رسولك وإما أن ترفض كلام رسولك. لا، الصحة التي تحدث عنها هي صحة السند وليس صحة المعنى، صحة السند يعني هكذا، الصحة في صحة السند، لكن المعنى قد يختلف. دعني أقول لك، ما في البخاري صحيح السند والمعنى أيضا بحسب التعاليم الإسلامية.
ليس فقط سند. لا أنا ما هو أن البخاري ومسلم بحثوا عن السند، أن أناس صادقون طيب حكوا أناس صادقون يعني. ماشي، دعني أسألك سؤال آخر، دعني أسألك سؤال آخر يا أستاذ. تناقضات كثيرة في الأحاديث وهي صحيحة في التناقضات. لا، لو على التناقضات ستجدها أيضا في القرآن. دعني أسألك سؤال يا أستاذ منار، أنت الآن قلت إحنا خرجنا من الجنة بسبب خطيئة آدم، صح؟ نعم. أنا ذنبي إيه أخرج من الجنة بسبب آدم؟ مع أنت ابن آدم إذا خرجت ستتبع أبوك، يعني فلنفرض أن أبوك كان مثلا في دولة وسيذهب إلى دولة أخرى وسيترك الدولة، يعني هذا عادي. يعني أنا ذنبي إيه أخرج من الجنة؟ أنت لم يعدك الله بالجنة. نعم؟ أنت لم يعدك الله يوما بالجنة، هو وضع فقط آدم في الجنة، لم يقل أنا وضعت جميع الناس في الجنة، وضع آدم وأخطأ فأخرجه، لم يحقق الآخرون تبعوا أباهم. تبع أبونا، طيب يعني إحنا تبع أبانا آدم. طيب يعني أنت بتلف الكلام يا أستاذ فنار، أنت بتلف الكلام وترجع لنفس النقطة، إنه إحنا تبع أبونا. طيب ما أبونا آدم ده أخرجنا من الجنة وأشقانا وأدخل ذرية النار إلى آخره. على كل أنا بشكرك يا أستاذ فنار، ربي يبارك حياتك، بشكر اهتمامك واتصالك منار، ونحب نسمع صوتك في مداخلات أخرى. شكرا لك يا أخ منار، شكرا لك. طيب ناخذ سميرة من كندا. ألو. ألو. أيوه تفضلي. ألو. اتفضلي يا أخت سميرة. أهلا وسهلا. سلام الرب لكم جميعا. سلام الرب يبارككم. الرب يبارككم ويبارك خدمتكم. أنتم صوت صارخ في البرية. فعلا بتشرحوا لنا القرآن الكريم بطريقة رائعة وسلسة جدا 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 ومقنعة. وموضوع الخلاص ده موضوع مهم جدا 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 لحياتنا، لأن ده مش لعبة، ده يا إما حياة أبدية يا إما جحيم أبدي. صحيح. ولي رجاء من كل إنسان بيسمع هذا البرنامج الرائع. البرنامج الرائع ده دليل على ان الرب بيحب اخواتنا المسلمين من كل صح. قلبه تماما. بيحبهم حب رائع وعايزهم يخلصوا وعايزهم يعرفوه. ودلوقتي بنبص نلاقي جزء كبير من اخواتنا المسلمين منتظرين الخلاص فعلا. وحزنت حزن كبير جدا لما في واحد منهم بيقول المسيح هيجي ويخلصنا. بكيت بالدموع. قلت لهم المسيح خلص من 2000 سنة، المسيح هيجي علشان يدين العالم له كل المجد، ومحدش يقدر يدين العالم غير الله نفسه. صح. لأنه هو وحده اللي يعلم خبايا النفوس وخبايا القلوب من الداخل. فأرجوكم أرجوكم تابعوا الدكتور وحيد والأخت فدوى في كل كلمة يقولوها، تابعوهم إن شاء الله، حتى ما تؤمنوش في الأول بس تابعوهم، شوفوا كلامهم صح ولا غلط، تابعوا وقروا، لأن دي مش حرب. شكرا لك يا أخت سميرة. أرجوك أنا عندي حاجة مهمة جدا. فضل. أنا عندي حاجة مهمة جدا أحب أقولها على الهوى. المتابعة مهمة جدا من أجل خلاصكم. في معجزة حصلت يا أخ وحيد، في الرب يسوع ظهر لوحدة وخدها 30 يوم وريها الجحيم. وأنا أناشد كريستيان دوغما تحط الفيديو ده على الصفحة الأولى من السايت بتاع christiandogma.com عشان كل العالم يشوف السايت دوت. أنا مش هشرحه لأنه طويل. شكرا. ده 3 أجزاء. شكرا شكرا لك يا أخ سمير. أرجوك عشان شكرا. خطري. شكرا شكرا لك ربي يبارك. في حاجة تانية أرجوك. طيب بسرعة يا أخ سمير. كان في صديقتين مسيحية ومسلمة بيحبوا بعض جدا وعاشوا مع بعض فترة طويلة جدا، وبعدين انفصلوا عن بعض، انتقلوا يعني في أماكن بعيدة، وبعدين دي قصة حقيقية. وبعدين جت المسيحية سمعت صوت بيقول لها، شافت رؤية صديقتها المسلمة بتكلمها بتقول لها أنا عشت معاكي أكتر من 20 سنة، ليه ما كلمتنيش عن المسيح؟ ليه ما قلتليش إن المسيح هو الله اللي ظهر في الجسد اللي جه وخلص العالم؟ مش حرام عليكي، حرام عليكي إنك أنت ما كلمتنيش عن المسيح؟ قامت اتنفضت من الرؤية بسرعة واتصلت بزميلتها، قالوا لها دي توفت بقالها 7 أيام.
يعني جت لها الرؤية بعد وفاة زميلتها بسبعة أيام، ودي رسالة لكل إنسان موجود على سطح الأرض يخبر إخواته ويعرفهم بالخلاص. شكرا لك يا أخت سميرة. الرب على الأبواب، الرب جاي يسلمني. آمين. آمين. شكرا لك يا أخت سميرة. معلش عندنا أذكرينا في صلاتك. شكرا لك. مكالمات كثيرة. صلاة القديسين والرب معاكم، الرب معاكم مع كل. شكرا. ناخذ سعيد من الجزائر. ألو سعيد. ايوه وي وي اخواني اسمعني البدري اللي قرأوا التفسير تاع ابن كثير، ابن كثير كان يتكلم على الجنه كذا راح. انا مش فاهم يا استاذ سعيد، انا اسف. يا اخ سعيد خليك مع الكنترول روم لو سمحت، خليك مع الكنترول روم. ناخذ ابراهيم بسرعه من سويسرا. الو طيب احنا نكتفي بكده، احنا باقي لنا دقيقتين على الفاصل لو تحب يعني تعلق. طبعا ما فيش اسئله. انا بشكر الاحباء الاخ سعيد والاخ منار والاخت سميره والأخ إبراهيم، ربما يعود الاتصال بنا مرة أخرى. بس في أختي كانت اتصلت الأسبوع السابق من السودان وإحنا فقدنا النمرة بتاعتها، فلو تشوفنا أخت روزيتا. نعم روزيتا من السودان. ممكن لو اتصلتي يسيب النمرة في الكنترول لأنه ما كانش في نمرة. ربي يباركك. طيب إحنا معنا فاصل مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونرجع، خليكم معنا. قناة الحياة غيرت حياة الكثير. قناة الحياة أعطت الكثيرين الأمل والرجاء في الحياة. قناة الحياة أرشدت الآلاف للطريق والحق والحياة. قناة الحياة تجمع بين الجرأة في الطرح والمحبة المسيحية والاحترام للآخر. لدعم قناة الحياة والمساهمة في نشر رسالتها زوروا المواقع الظاهرة على الشاشة. شبه الجزيرة العربية زمن محمد كما قلت. لا يمكن أنك تلقه وسيترك، استحالة. لو كنت إله المسلمين يا رب شيل كل حاجة من دماغي إلا الإسلام. ثق أن هناك استجابة إلهية. هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟ أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة تانية، خلونا خليكم معنا نتابع الموضوع. قبل ما نتابع عندي مكالمتين بس أخذهم وبعد كده نواصل. فضل. طيب ناخد يوسف من لبنان. ألو ألو. أيوة تفضل. أعطيك العافية. الله يعافيك. هلا في بس أنا بدي أذكر ملاحظة للدكتور. أولا صحيح البخاري ومسلم بشكل عام ورواياته صحيحة، ولكن هذا لا يعني أن كله صحيح. يعني هو معروف في علوم المسلمين أنه بعض الروايات في البخاري ومسلم ردت، فابن حزم رد روايات كثيرة، وهناك كتب اسمها مستدركات عائشة على البخاري ردت أيضا. فكل حديث في البخاري ومسلم يتناقض مع القرآن الكريم، هذه قاعدة حديثية يعني ليس شيء جديد. يمكن أن يرد ليس كتابا مقدسا البخاري ومسلم، المقدس هو القرآن. كلام الرسول ليس المقدس يا أستاذ يوسف؟ لا كلام الرسول ليس مقدسا؟ ألو أستاذ يوسف؟ طيب لو رجع الأستاذ يوسف مرة أخرى يا ريت تواصل معنا، واضح أنه حصل له انقطاع. طيب ناخذ عباس، ناخذ عباس من الكويت. ألو السلام عليكم. اهلا وسهلا. الو ايوه تفضل. يعطيك العافيه اختي رحمه الله والديك والدي ضيفك الكريم الاخ وحيد. اهلا يا اخ عباس. الله عز وجل يصلي على محمد وعلى محمد
رحم الله والديكم كلكم من مستمعينكم ومشاهدينكم الكرام. الله يبارك. أخوي إذا تكرمت عن موضوع نبينا آدم اللي يحب الله عز وجل صلى الله عليه وسلم وعلى محمد. عن نبينا آدم يوم أخطأ أخوي. معك تفضل سمعينا. الله عز وجل تاب عليه شلون إنه ما دخل الجهنم، تاب عليه وتحول إلى شو اسمه، وبعدين بالجنة ما في تزاوج، ما في تكاثر. هل في الجنة كان نبينا آدم وحواء بيسسولهم ما في؟ يعني شلون أنا لوم نبينا أبونا آدم على أن شو اسمه هو سبب الخطيئة، سببي أنا بالخطيئة، ما في تكاثر، فليش أنا حن أبونا آدم بالخطيئة؟ هو التكاثر خطيئة؟ الله عز وجل التكاثر خطيئة يا أخ عباس؟ أنا الله عز وجل خير. نعم التكاثر خطيئة؟ ما أسمع. هل لا تكاثر بالعالم شو اسمه الدنيوي كان بالجنة ما في تكاثر، في تكاثر. هل في الجنة خطية؟ في تكاثر؟ سؤالي لحضرتك، هل في الجنة، سؤالي بس استنى اسمعني، هل في الجنة عندك لو آدم تكاثر يعني عرف زوجة حواء، جامع حواء بالتعبير الإسلامي، في الجنة هل ده خطية؟ أصلا ما كان في تكاثر سابق. أنا بسألك، أنا بسألك هل ده خطية؟ إذا كان الله عز وجل حكم عليهم أن يتزاوجون ها فما في خطية. إذا ما في تزاوج لأن ليش يوم كلت من التفاحة أو كلت من الشجرة شنو نزل منها البراز، فهني تحول. أنا أعطيك إذا تكرمت لأخوي الدكتور فان وحيد، إنسان يحل من العقرب أو إنسان يأكل سم أو يستعمل سم، هل ينتقل من عالم الحياة إلى عالم برزخ ولا لا؟ يموت ولا ما يموت؟ الله عز وجل قال لا تأكل من الشجر هذه، لا تأكل من الشجر، فهم كلوا فانزلوا، فأنت الله عز وجل يقول لك لا تأكل من هذا السم. طيب ثواني أنت تأكل من هذا السم فتنتقل من عالم الحياة إلى عالم البرزخ. طيب كويس ممتاز، أنت سامعني بس اسمعني علشان أسألك سؤال. دلوقتي آدم أخطأ وتاب عليه ربه، هل غفر له الخطيئة خلاص ولا الخطيئة لسه موجودة؟ غفر له الخطيئة إن ما دخل الجهنم. لا يعني الخطيئة تتغفر عن جزئية معينة، الخطيئة ما بتتغفر خالص؟ لا سادي الله عز وجل غفر له يوم كان بالجنة. غفر له الخطيئة يعني خلاص الخطيئة اتمسحت ولا موجودة لسه؟ الحين ما دام نزل على فالخطأ موجودة، مو من اللي من هذاك صوب السادي. حيرتونا يا أستاذ عباس، حيرتونا. بنتكلم عن آدم إنه خاطي، بتقولوا لا إزاي الله تاب عليه فتغفرت خطيته. بنتكلم طيب هل اتمسحت اسمعني اتمسحت الخطية؟ نفس الخطيئة اللي كلت تفاحة اتمسحت لما غفر له، اتمسحت الخطية ولا لسه؟ مسحت لأن ليش ما دخل، ما عقب على الخطية، ما دخل الجهنم. طيب ممتاز مو لازم اسمعني بقى لما اسمعني لما غفر له الخطية والخطية اتمسحت وتاب عليه، ليه دلوقتي في حديث الشفاعة ما ينفع يشفع؟ مو نبي آدم، ما نبي، مو نبي، أبونا آدم مو نبي. النبي يبعث لأكثر من 100,000 أو يزيد، هذا أول زوجته، فكيف يعني نقول نبي؟ طيب ثواني حديث الشفاعة لما ذكروا لآدم إنك تشفع لينا ما قال أنا مو نبي، قال أنا مخطئ، أنا عندي خطية، هل الخطية بتمنعه؟ استاذي اخي العزيز الدكتور، ما عليك من الاحاديث هذه اللي موجوده، انت عندك قران وعندك عقل، انت بكتابك المقدس هل يوجد تكاثر بالجنه؟ يا اخي انت بترجع لحته، انت دلوقتي ما عايز الاحاديث خلاص نبعدها، يعني نرمي الاحاديث بتاعت الرسول، انت ما بتؤمن بها؟ صحيح شدي استهانه أرض الحياة كلها بحر، ما أنت أنت أخوي. أنت لو سني يا أستاذ عباس، حضرتك لو سني وفاهم ما حتقول الكلام ده، ما حتقول نرمي الأحاديث دي
لا يمكن حضرتك شيعي، انا احترم مراجعك الشيعيه، بس ان كنت شيعي فانا مسلم اخوي. انا ما... لا لا ما في حاجه اسمها مسلم، لو مسلم تقبل هذه الاحاديث. شكرا لك يا اخ عباس، ربي يباركك. المسلم يا اما يكون مسلم شيعي يا اما سني يا اما اي طائفه اخرى، يجب ان يكون الانسان شجاع. انا كذا لا اقبل هذه الاحاديث لان انا شيعي، من ساعتها نقدم الاحاديث الموجوده والموثقه عند الاحباء الشيعة بهذا الخصوص، ولا يعني نعطي حديث حجه من البخاري على شيعي. هذا ليس يعني ده مش عدل يعني. صحيح. لا، الشيعي صحيح. له احاديث التي يؤمن بها، وبالتالي لا نقيم عليه لا البخاري ولا مسلم ولا غيره حجه عليه. نعم. طيب خلينا نكمل. في اي تعليق تحب؟ انا بس طالب من الكنترول لو الاخ يوسف رجع مره اخرى يا ريت تدوه الاولويه ويدخل على طول الاستوديو، الناس اللي بيسمعونا يعني. نعم. طيب انا حانتقل، احنا وصلنا الى نوح. نوح ما نفع، يعني ادم صحيح ما نفع، ونوح ما نفع لانه دعا على ربه بس، دعا على قومه، على قومه عفوا. اسف. طيب ننتقل، ماذا قال نوح؟ اذهبوا الى ابراهيم، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات، نفسي اذهبوا إلى غيري. الآن إبراهيم يدخل في زمرة الممنوعين من الشفاعة. نعم. ما الذي منعه من الشفاعة؟ خطية أو ثلاث خطايا، كذب ثلاث مرات. نعم. كذب، هو كذب ثلاث مرات في حادثة واحدة على ما أعتقد، صحيح؟ لا، في إسلاميا في أكثر من حادثة. نعم. أوكي. ثلاث كذبات. نعم. طيب ثلاث كذبات دي اللي كذب إبراهيم، وهي ليست من الكبائر يعني إسلاميا، أخرجته خارج دائرة الشفاعة. نعم. لا يصلح. مش عشان هو ما نبي زي ما ذكر أخونا عباس منذ قليل. نعم. أو لأنه يعني ليس لديه قوم وليس لديه صحف، قال السبب إني كذبت ثلاث مرات. نعم. يبقى إذن إحنا عندنا قاسم مشترك الآن. القاسم المشترك الخطية تمنع من الشفاعة. نعم. منعت آدم، منعت نوح، والآن إبراهيم أيضا. نعم. ننتقل إلى الآخر، ماذا قال لهم إبراهيم؟ اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي اذهبوا إلى غيري. حتى القتل اللي هو قبل ما يبقى نبي. طبعا قبل نبوءته، قبل نبوءته، يعني بالتعبير الإسلامي قبل البعثة. نعم. قتل رجل. وهذا الأمر حرم موسى من الشفاعة. موسى كليم الله. نعم. الذي كتب له الله الألواح بيده، بيد. نعم. الله. نعم. بيمينه كما يقال في الأحاديث الصحيحة. ويعني موسى ودرجته الرفيعة وسط الأنبياء. نعم. حرم من الشفاعة، ليس له شفاعة بسبب خطية القتل اللي هو قبل ما يبعث، قبل حتى ما يأخذ أي تشريع يعني. صحيح. إذن ما الذي يريد أن يقول هنا رسول الإسلام في هذا الحديث؟ يريد أن يوثق عقيدة أن الشفيع يجب أن لا يكون له خطيئة. نعم. لو له خطيئة، خطيئة تمنع من الشفاعة. ده الكلام الواضح. نعم. ما الذي أخرج آدم؟ عصف أكل من الشجرة. نعم. ما الذي أخرج نوح؟ دعا على قومه. نعم. ما الذي أخرج إبراهيم؟ كذب ثلاث كذبات. ما الذي أخرج موسى؟ قتل شخص قبل النبوة وقبل البعثة. نعم. إذن خطية 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 أخرجتهم خارج دائرة الشفاعة. لا يصلحوا. الآن ننتقل إلى ما بعده، هو اللي بعده يعني. نعم. طيب ماذا قال لهم موسى؟ اذهبوا إلى عيسى ابن مريم، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى
إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري. معليش إيه اللي حصل؟ ولم يذكر ذنبا. كمان مرة، ولم يذكر ذنبا، ما ذكرش أي ذنب عيسى. وبرضه قال نفسي نفسي نفسي. لا أخطأ ولا قطع من شجرة وكل ولا قتل ولا كذب ولا دعا على قوم ولا على شخص. ما عندوش خطيئة. يعني ما لقاش حاجة يقول أنا عملت غلط. مين اللي بيعلم ده؟ بيعلم ده رسول الإسلام. في حديث الشفاعة اللي هو في أعلى درجات الصحة. بيعلم إنه لما جد دور على عيسى ما ذكرش ذنب ولا ذنب، ما عندوش ذنب. دي عقيدة المسيحيين أنه بلا خطية. وأعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم وتقبل منها. يعني استمع الله تقبل هذا الكلام. فالآن نجد في اللي احنا سردناهم شخصية متميزة. طيب استنى بس، عشان هو الوحيد آسف اللي له الحق الآن يشفع. طيب، ما عندوش خطيئة. ما نحدي لك الفرصة بس عشان الآية اللي انت ذكرتها، عشان ما يطلعش واحد زي عباس يقول لك الأحاديث. أهو قرآن. يعني أعيذها وذريتها من الشيطان وتقبل منها. صحيح. إذن خلاص هو بلا خطية في القرآن. تمام. عشان ما حدش يطلع يقول صحيح. الحديث مش صحيح أو إحنا ما نقبلش الأحاديث. ده إسلاميا من ضمن أسماء المسيح معانيها أنه ممسوح من الخطايا والأوزار. من ضمن معاني اسمه. ممسوح من الخطايا والأوزار. ما عندوش ذنب، ما عندوش خطية. وهنا رسول الإسلام يوثق هذه الحقيقة. فكل هؤلاء ذكروا ذنبهم، ذنوبهم. بينما المسيح لم يذكر ذنبه. ما عندوش. لم يجد له. طيب أنتقل تفضل إلى آخر شخصية في حديث الشفاعة. فماذا قال عيسى؟ اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. غفر الله لك في ذنوب، في خطايا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. لسه الحديث لي أكمل. هنا الآن نحن أمام شخص مثله مثل آدم. تماما، إن ما كانش أكتر، يعني لأنه غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنب، يعني في قديم وجديد. صحيح. وآدم واحدة، وآدم غفر له وحاجة بسيطة، وتغفر له وتغفر وتابع عليه الله. وخلاص بقى تمام آدم وحلو جدا. ورسول الإسلام عنده ذنوب وعنده خطايا. وغفر له ما تقدم وما تأخر، واستغفر لذنبك. وغفر له إلهه. فهو معادل لآدم. وهو موسى ما غفرلوش الله إن شاء الله، وما دخل الجنة إزاي؟ مش موسى في حادثة الإسراء والمعراج لما الرسول عرج به إلى السماء لقى إبراهيم في السماء، ولقى عيسى، ولقى موسى، ولقى يحيى. طيب ودول اللي احنا ذكرنا خطاياهم موجودين في السماء. يعني تغفر لهم خطاياهم. ايه فرقك عنهم انت؟ مغفورة لهم خطاياهم وانت مغفورة لك خطاياك. فانت على أقل، على أقل تقدير، يعني زيك زيهم. ده إن كنت زيك زيهم. بمفهوم إسلامي طبعا. مفهوم مسيحي عندنا رأي آخر. يختلف جملة وتفصيلا. بالمفهوم الإسلامي أنت زيك زيهم. إيه الاختلاف؟ أنت بشر، هم بشر. أنت بتغلط، هم بيغلطوا. الله غفر لهم، الله غفر لك. ليه أنت تكون سيد الناس يوم القيامة؟ هذه الخدعة هنا. دي أكبر خدعة مخدوع بها المسلم إلى اليوم. لأن القانون الذي وضعه الرسول هو لا يصلح له. القانون والشروط الذي وضعها رسول الإسلام أن الشفيع يجب أن يكون بلا خطية، هو لا يدخل ضمن في خطايا تخرج خارج هذه الشروط. لا يصلح، لا ينفع. ما ينفعش. خلينا أكمل الحديث. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة،
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرة. يعني باب ضخم جدا 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 زي مكة وبصرة كده. شو المسافة الضخمة دي؟ الباب الواسع ده يعني ادخلوا من الباب الواسع ده بلا حساب. ما دم آدم حيتحاسب وأمة النبي فيها جزء مش حيتحاسب. ما هنا الذين يعني ادخل من لا حساب عليهم. من لا حساب عليهم. نعم. طيب يعني اللي هم حسناتهم أكثر من سيئاتهم. طيب لكن هنا عندهم سيئات برضه ورسول الإسلام عنده ذنوب. فإذن الشروط التي وضعها الرسول بنفسه في حديث الشفاعة هو يكسرها؟ هو غير مؤهل لها؟ هو عنده خطايا زي آدم وباقي الأنبياء؟ ثم يأتي بشخصية يضعها في هذا السياق في هذا الأمر الجلل أمر الشفاعة، شخصية عيسى بلا خطية الوحيد الذي تنطبق عليه الشروط. طيب هل الأفضل واحد كان عنده خطية وغفرنا له ولا واحد بدون خطية أساسا؟ مين الأفضل؟ مين اللي يصلح؟ من سيد الناس يوم القيامة؟ هذا هو سؤال مهم جدا. أنا أجبت على هذا السؤال، بس قبل ما أجيب على السؤال لو عندك 3 دقائق تدهاني ممكن؟ أدي لك 3 دقائق. طيب أنا عامل خريطة هنا ويريت المخرج يكون معايا في الخريطة دي عن يوم القيامة وأجاوب على السؤال سيد الناس يوم القيامة. شايفين هنا اسم النبي وهنا طلب الناس منه، ده حديث الشفاعة، وهنا الخطية التي أعجزته عن إنه يشفع، عن إنه يشفع عليهم، وهنا درجته من شرط الشفاعة. اسم النبي الأول آدم، إيه الناس طلبوا منه؟ اشفع لنا إلى ربك. الخطية اللي منعته إيه وأعجزته؟ نهاني عن الشجرة فعصيته. طيب درجته من شرط الشفاعة ينفع؟ لا يستحق. ده بالعكس، ده هو محتاج لشفيع. الآخر نوح طلب الناس منه إيه؟ اشفع لنا إلى ربك. الخطية اللي أعجزته لي دعوة دعوتها على قومي. طيب درجة من شرط الشفاعة اللي وضعه رسول الإسلام ينفع؟ لا يستحق، ده محتاج إلى شفيع. اللي بعده إبراهيم، دعوة الناس أو طلب الناس اشفع لنا إلى ربك. الخطية اللي أعجزته منعته كذبته 3 كذبات. ينفع درجة درجته من شرط الشفاعة؟ لا يستحق، ده محتاج زي كل الناس لشفيع. موسى، ده قرار الرسول طبعا، ده يعني كله ده، يعني ده الرسول هو اللي بيحكي الكلام، يعني انه لا يستحق او ان هو خارج دائرة الشفاعة، ده كلام الرسول طبعا، عنده ده المعنى المفهوم من الحديث. نعم. ما ينفعش. نعم. نفسي اذهبوا لغيري. صحيح. انا مش بتاعها. ليه؟ اصلا انا اخطات. نعم. ويذكر خطيته. نعم. الشخصية الرابعة موسى، طلب الناس منه اشفع لنا الى ربك. الخطية اللي اعجزته قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها. ينفع؟ ده خاطي، لا يستحق، ده محتاج. شخصية الخامسة في هذا الطابور محمد، طلب الناس اشفع لنا الى ربك. الخطية التي ستعجزه، وهذا هذا ليس رأي محمد، المقياس هذا هو المقياس. نعم. الموضوع في حديث الشفاعة والمنطق في حديث الشفاعة، نذهب إلى الخريطة. الخطية التي أعجزته، غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني عنده ذنوب، يبقى لا يستحق لأنه مخطئ، هو محتاج إلى شفيع مثله. نعم. زي كل الناس. نعم. طيب مين بقى المتفرد؟ عيسى، الطلب اشفع لنا إلى ربك، هل في خطية أعجزته؟ لم يذكر ذنبا، بلا خطية. النتيجة درجته من شرط الشفاعة، الشرط هو الوحيد الذي يستحق لأنه بلا خطية. إذن من هو سيد الناس يوم القيامة؟ سيد كل الخليقة وملكها هو فقط الذي انطبق عليه شرط الشفيع. نعم. ايه هو شرط الشفيع؟ والشرط للشفاعة في الإسلام حسب كلام رسول الإسلام، نعم، ان يكون الشفيع بلا خطية، والوحيد الذي بلا خطية فقط هو المسيح القدير، له كل المجد.
ده ملخص حديث الشفاعة بقراءة فيها يعني تطابق مع فكر رسول الإسلام اللي حطه. فكل الأنبياء قال لهم أنتم ما تنفعوش، عندكم خفضية، أنا أنفع عشان غفر لي ما تقدم وما تأخر. ونسي أن آدم غفر له ما تقدم وما تأخر، وأنك قلت أنك حينما عرشت إلى السماء وجدت كل هؤلاء في السماء، يعني غفر لهم، فبالتالي إيه اللي يمنعهم من الشفاعة؟ إذن الشرط ينطبق على عيسى، بشهادتك أنت ومن فمك سيدينك الإله القدير يوم الدينونة. أمين. يعني شرح رائع جدا يا وحيد، أنا بشكرك كثير عليه. الكارثة أنه يعني رسول الإسلام نفسه بيضرب بعضه ببعضه. يعني في حديث أو في ليلة الإسراء اللي هو راح السماء، طب هو شاف كل الأنبياء دول شافهم في السماء، صحيح، السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وفي نفس الوقت لما بيجي يوم القيامة هو مطلع لنا حديث زي كده بيقول لا دول كلهم خاطئين ومحدش فيهم حيقدر يفتح الجنة. فاحنا مش عارفين يعني هل هم في السماء مغفور ليهم ولا هم محتاجين لحد يشفع لهم ولا ايه بالضبط، احنا مش فاهمين. صحيح. فطيب خليني اخذ بعض المكالمات بسرعة لانه احنا ما بقيش عندنا وقت كتير. ناخذ يوسف من بلجيكا. الو. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا. ممكن مداخلة الأستاذ وحيد من فضلك؟ تفضل تفضل. كيف حالك يا أستاذ وحيد؟ مرحب بك عزيزي، ربي يباركك. أولا الحديث الشريف اللي أنت أخذته هو حديث صحيح. طيب. لا لا، ليس هناك أي أحد من لا من الشيعة ولا من السنة ولا من أي مذهب من المذاهب الإسلامية يطعن في هذا الحديث. طيب. هذا مسألة مسلمة بها. ولكن التدليس الذي تقوم به في هذه القضية، لماذا تجعل مقارنة ما بين الخطيئة والشفاعة؟ هل عندك نص صريح أو صحيح أن آدم أو موسى أو سيدنا إبراهيم أو سيدنا عيسى كان شفيعا ثم ارتكب خطيئة فقال أنا ارتكبت الخطيئة فأسقطت عني الشفاعة؟ طيب. لماذا هذا التدليس؟ طيب. هل عندنا نص قبل طيب انت سالتني انهم كانوا انت سالتني نعم. انت سالتني صح؟ نعم يا اخي. طيب انا هجيبك الان، ما الذي منع ادم من الشفاعه؟ ومن قال لك ان ادم كان مخصص له بالشفاعه؟ هل حينما طلبوا من ادم ان يشفع لهم، ماذا قال ادم؟ يا اخي البشر، شفت انت ما عايز تجاوب ازاي؟ ما عايز تجاوب، لا تريد ان تجيب على السؤال. ما الذي منع آدم من الشفاعة في حديث الشفاعة؟ أنت الذي لا تريد أن تجيبني عن السؤال. ما أنا سألتك هو الناس، اسمح لي دقيقة من فضلك. تفضل. الناس يوم القيامة يتعلقون مثل الغريق يتعلقون بأي شيء، بدأوا بآدم كأب للبشر وللأنبياء، ثم نزلوا بالتدرج إلى أن وصلوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أنت لم تجبني لماذا تسقط الشفاعة على الخطيئة؟ لأن الرسول ربطها. نعم قوله. نص صريح في حديث الشفاعة رسول الإسلام. تفضل أذكره. أنا الآن قرأت حديث الشفاعة جزئية حينما ذهبوا. ثواني عن ظهر قلب. طب أنت عن ظهر قلب. طيب أنا سألتك أنت لا تجيب. حينما ذهبوا إلى آدم، أنا الذي أسألتك ولم تجبني يا أخي. ما أنا أجيبك أولا. مش أنت عايز نص؟ ألا تريد نصا؟ نعم. النص في حديث الشفاعة، ذهبوا نعم. إلى آدم وقالوا له اشفع لنا إلى ربك. من هم الذين قالوا له يا أخي؟ الناس ذريته، الناس، كل البشر. البشرية. نعم، كل البشر. وهل هؤلاء البشر كانوا أنبياء أو معصومين أو شيء؟ وهل الناس ذهبوا إلى محمد كانوا أنبياء وكانوا مخولين ويعرفون؟ سيذهبون إلى محمد ويقولون له اشفع لنا. هؤلاء ناس ليس بأنبياء من ذهب. طيب ما هم نفس الناس أمته. نفس الناس اللي ذهبوا، اسمعني أنت مش بتسأل. نعم. الناس اللي ذهبوا إلى آدم هم الذين ذهبوا إلى نوح، هم الذين ذهبوا إلى محمد، نفس الناس. طيب الناس اللي ذهبوا إلى آدم ماذا كان رد آدم؟ يا أخي تهرب من الإجابة، لأن آدم حينما سألوه لا عزيزي يا أخي. قالوا له اشفع لنا، ما الذي نعم. قاله آدم؟ لا آدم قال لأن خطيئتي
أنا عصيت ربي، ما أنفعش، ما ينفعش. إيه اللي أخرج وخارج لاية الشفاعة؟ هذا ليس استنتاجي، هذا كلام رسولك لابد أن تحترمه. لا لا يا أخي، هذا هل عندك تفسير واحد من أي كتب إسلامية معتبرة؟ هات لي أنت تفسير، هات لي تفسير من كتبك المعتبرة. هات لي تقول أنت تفسير يقول هذا الكلام اللي تقوله. إذن على أنت الآن مدعي وعليك الإتيان بالبينة. أنا قدمت لك الحديث وأنت المتهم. لا لا وأنت لا. المتهم، فهل لك أدلة على الاتهام؟ أنت عندك أدلة تنقض هذا الحديث؟ عندك أنا إجابة؟ أنا أقر بالحديث. طيب إذا جاوبني على سؤالي، لا تهرب من الإجابة. ما الذي منع آدم وإبراهيم ونوح وموسى من الشفاعة؟ لأنهم غير مخولين بالشفاعة. ممتاز من ممتاز. هل هم قالوا هذا الكلام؟ من فضلك دقيقة، هل قالوا هذا الكلام؟ جاوبني، هل في حديث الشفاعة؟ أنا الآن لا 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 لا، الآن خليك في الحديث. هل قالوا في الحديث أننا غير مخولين؟ جاوبني على السؤال. هل نعم قالوا؟ أجيبك بس اتفضل. يا أخ وحيد دعني أتكلم. اتفضل. أنت لك الحصة كلها. أنت تسأل ولا تسمع الإجابة. اتفضل. يا أخي أنا لما أجبتك عن السؤال كنت أعلم أنك ستقول ولماذا لم يقل أنا لم أكن مخولا، بل هو ذكر وشيء ثاني. لو كانت أن الخطيئة، جاوب على السؤال يا عزيزي. لا 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 لا، أنت تهرب من الإجابة. جاوبني على السؤال يا أستاذ يوسف، جاوبني على السؤال ولا تكن مراوغ في الحوار. أنا لا أراوغ، أنت من أنت جاوبني على السؤال بداية. أنا سأجيبك لو تعطيني نصف دقيقة أجيبه. أعطيك نصف دقيقة وجاوبني، تفضل. شكرا، بس ما تقاطعني من فضلك. تفضل. أولا سيدنا آدم لما قال أولا، لأنك أجبت عن متسائل قبلي، سألته أن الخطيئة تمحى أو لا. نعم الخطيئة تمحى ولكن بشروطها، لأن الشروط لو كانت خطيئة آدم مسحت وقبل الله منها التوبة كاملة لبقي في الجنة، لما أنزله أولا. والجنة التي نتكلم عليها مختلف فيها، هي في جنة الخلد أم جنة في الأرض؟ هذه مسألة ثانية. ثانيا آدم ليوضح لهم أنه هو أيضا في يوم البعث يخشى ربه، هذا هو الشيء الوحيد الذي جعله يذكر خطيئته. طيب لأنه يوم ممكن البعث ممكن يخشى ممكن ربه. لا لا ثواني 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 ثواني، ما جاوبتنيش على السؤال. أنا هل آدم قال حينما طلبوا منه الشفاعة أنا لست مخولا للشفاعة أم لم يقولها؟ ما الذي قاله؟ لم يقل أنا لست مخولا، وقال ما قال، لأنه ماذا قال؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ سيدنا آدم قال أنا ارتكبت ذنب أكل من التفاحة، والقصة معروفة. إذن أنت تأتي بشرح ذنبه لأنه كان يخشى ربه يوم الحساب. إذن أنت تأتي يخشى ربه يبقى الخطية مش مغفورة، وأنت قلت أن الخطية لم تغفر، وهذه كارثة. أنت تتكلم على عالم وكأنك واقف أمام ملك وترى. شكرا لك يا أخي يوسف، الوقت انتهى. أنا آسف، الوقت انتهى وداهمنا ولا يوجد إلا دقيقتين تقريبا. الأخ يوسف الحديث أمامه. نعم. والسبب الذي ذكره آدم. نعم. وموسى. نعم. وكلهم أنه إحنا لا نستطيع. نعم. ليه؟ في خطية. نعم. فمنعتهم الخطية من الشفاعة. رسول الإسلام عنده خطية. نعم. وبهذا القياس يمنع أيضا من الشفاعة. نعم. خليكم واضحين مع نفسكم، الوحيد الذي يستحق بلا خطية شخص المسيح، إما أن تقبلوه فترسوا الحياة، وإما لو رفضتوه فأنتوا في مشكلة. في الفيسبوك أنا أنتظر أيضا مداخلاتكم. الرب يبارك حياتكم، وأتمنى أن يكون الموضوع ده يثير فيكم فكرة البحث والاطلاع على الأحاديث الصحيحة. آمين. هو حتى يعني الأخ يوسف، يوسف التضارب هو نفسه متضارب بسبب تضارب الأحاديث والقرآن وكله مع بعضه. يعني ربنا يرحمنا. أنا بشكركم، إحنا وصلنا خلاص آخر الحلقة. بذكركم إنه الحلقة ثلاث حلقات مسجلات في شهر يوليو، الحلقة الثانية بس هي المباشر. بننتظركم، بننتظر مشاركاتكم معنا. المسيح يبارك حياتكم، صلوا لأجلنا.